بسم الله الرحمن الرحيم. هاء فتح هاء، ألف صغيرة مضي طبيعي، هاء ذال فتح ذا، هذا مع مراعاة مخرج الذال، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. هذا ألف سكون مضي طبيعي، هذا ياء فتح ياء، واو سكون حرف لين، يو، ميم ضمام، يوم، هذا يوم، هذا يوم، لام فتح لا، ألف سكون مضي طبيعي، لا، هذا يوم لا، ياء فتحة ياء، نون سكون مع الإخفاء الحقيقي، طاء كسراتي ينطي، قاف ضمكو ينطقو، واو سكون مضى طبيعي وصلا ينطقو. سؤال: لماذا نقول مد طبيعي وصلا ولم نقل وقفا؟ لأنه في حالة الوقف سيتغير من مد طبيعي إلى مد عارض للسكون. واو سكون مضى طبيعي وصلا، نون فتحة ناء، ينطقون، نقف عليها، مد عارض للسكون، ينطقون، هذا يوم لا ينطقون، هذا يوم لا ينطقون. واو فتحة واء، لام فتحة لا، ولا، ألف سكون مضي طبيعي، ولا ولا ولا. ياء ضم يو، همزة سكون، يؤ، ذال فتحة ذا، يؤذى، نون ضمانو، يؤذن، ولا يؤذن، ولا يؤذن، لام فتحة لا، هاء ضمه، له، ميم سكون مع الإظهار الشفوي، لهم، ولا يؤذن لهم، فاء فتحة فا، ياء فتحة يا، فيا، عين سكون، فيع، تاء فتحة تا، فيعتى، ذال كسرى زي، فيعتذي، راء ضمة مع التفخيم، فيعتذروا، واو سكون مضى طبيعي وصلا، فيعتذروا، نون فتحانا، فيعتذرون، نقف عليها مد عارض للسكون، فيعتذرون، فيعتذرون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. واو فتحة واء، ياء سكون حرف لين، وي، لام ضمتين مع الإدغام بغنة في الياء المفتوحة، لأن الياء من حروف كلمة ينمو، ويل ياء، واو سكون حرف لين، يو، ميم فتحة ماء، يوما، همزة كسرى إي، يوما إي، ذال كسرتين مع الإدغام من غير غنة في اللام المشددة مع الكسر، يومئذ لي، ويل يومئذ لي، لام سكون مع الإظهار، لل، ميم ضمامو، للمو، كاف فتحة كاء، للمكا، ذال شدة كسرة، للمكذي، باء كسرة بي، للمكذبي، ياء سكون مضى طبيعي وصلا، للمكذبي، نون فتحة ناء، للمكذبين، نقف عليها مد عارض للسكون، للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين. هاء فتحة هاء، ألف صغيرة مضي طبيعي، هاء ذال فتحة ذا، هذا، ألف سكون مضي طبيعي، هذا، ياء فتحة ياء، واو سكون حرف لين، يو، ميم ضمام، يوم، هذا يوم، هذا يوم، همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ بها بالفتح، لام سكون قمرية مظهرة، ال، فاء فتحة فاء، الفا، صاد سكون مع الصفير، صفيرها صاد وزاي سين، الفص، لام كسرى لي، الفصل، هذا يوم الفصل، نقف عليها بالسكون العارض، الفصل، هذا يوم الفصل. طيب الفصل عليها صلي صاد ولام اللي احنا شايفينها فوق الكلمة دي، معناها ايه؟ هذه علامة من علامات الوقف في المصحف الشريف، معناها الوصل اولى مع جواز الوقف، يعني لو انت نفسك طويل وتستطيع ان تأتي يعني بما بعدها فبها ونعمة، واذا اردت ان تقف على هذه الكلمة لقصر النفس لا بأس ان شاء الله. هذا يوم الفصل، جيم فتحة جاء، ميم فتحة ماء، جامع، عين سكون، جمع، جمع، نون فتحة ناء، جمعنا، ألف صغيرة مضي طبيعي، جمعنا، كاف ضمكو، جمعناكو، ميم سكون مع الإظهار الشفوي، جمعناكم، جمعناكم. ونلاحظ هنا الحكم الإظهار الشفوي، الميم دائما يأتي عليها علامة السكون، لكن الإمام
ابن الجزري رحمه الله حذر حينما يأتي حرف الواو بعد الميم أو حرف الفاء من يعني إيه أن تخفى الميم، حذر من إخفاء الميم فقال: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي جمعناكم. و همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ بها بالفتح، لام سكون كمريم مظهرة، وال همزة فتحة آه، والآه واو شدة فتحة، والأو لام كسرة لي، والأولي ياء سكون مضى طبيعي وصلا، والأولي نون فتحة نا، والأولين نقف عليها مد عارض للسكون، والأولين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فاء فتحة فاء، همزة كسرة إي فاء إي، نون سكون مع الإخفاء الحقيقي فإن، كاء فتحة كاء فإن كاء، ألف سكون مضى طبيعي كاء، نون فتحة نا فإن كان لكم لكم كيد كيد، فإن كان لكم كيد فكيدون، فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين. طيب الآن مع التكرار: هذا يوم لا ينطقون، هذا يوم لا ينطقون، هذا يوم لا ينطقون. كرر معي حتى تحفظ: هذا يوم لا ينطقون، هذا يوم لا ينطقون، هذا يوم لا ينطقون، هذا يوم لا ينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، 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 ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، 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 هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون، 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 فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويل
يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. شرح الآيات وفهم الآيات الكريمة. قال جل وعلا: هذا يوم لا ينطقون، يعني في هذا اليوم في يوم القيامة لا يتكلمون فيه بشيء، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لا يؤذن لهم أن يعتذروا إلى ربهم من كفرهم وسيئاتهم فيعتذرون إليه. اليوم يصلح الاعتذار بين يدي الله عز وجل، ويصلح الاعتراف بين يدي الله تبارك وتعالى وطلب المغفرة من الله عز وجل، لكن في هذا اليوم العظيم لا يصلح الاعتذار، لا يصلح الاعتراف. ويل يومئذ للمكذبين. هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بأخبار هذا اليوم. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. هذا يوم الفصل بين الخلائق، جمعناكم والأمم السابقة في صعيد واحد، فسمي يوم القيامة، سمي هذا اليوم بيوم الفصل، وله أسماء عديدة في كتاب الله عز وجل، وكثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى. وسمي بيوم الفصل لأن الله تبارك وتعالى يفصل فيه بين الخلائق، يفصل فيه بين الأخ وأخيه، يفصل فيه بين الأب وابنه، يفصل فيه بين الأم وأولادها، يفصل فيه بين الزوج وزوجته، يفصل فيه بين الخلائق جميعا، يفصل فيه بين الأصدقاء، بين الزملاء، بين الأصحاب، يفصل فيه بين الجميع، إلا هناك فئة واحدة لا يفصل بينها، نسأل الله تبارك وتعالى، بل سيكونون معا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. الجميع يعادي بعض، كل واحد يعادي الآخر، بل ويتبرأ من الآخر، بل ويلقي بالتهمة إلى الآخر، إلا فئة واحدة اللهم اجعلنا منهم. قال جل وعلا: إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم أهل الإيمان أهل الطاعة، سيكونون معا بإذن الله عز وجل. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد، يعني حيلة تحتالون بها للنجاة من عذاب الله، فاحتالوا على الله عز وجل. ويل يومئذ للمكذبين. هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بيوم الفصل. يستفاد من الآيات الكريمة، يستفاد من الآيات الكريمة خطورة التكذيب بآيات الله عز وجل والوعيد الشديد لمن فعل ذلك. هذا، والحمد لله رب العالمين.